تلقى إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وروي أن مسروق رجل يسمى مسروق دخل على عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: يا هذا، لقد قف شعري مما قلت، لقد قف شعري مما قلت، من حدثك بثلاث فقد كذب. قال: وما هي يا أم المؤمنين؟ قالت: من حدثك بأن محمدا رأى ربه فقد كذب. أولم تقرأ قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك بأن محمدا يعلم ما في الغد فقد كذب. أولم تقرأ قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن حدثك بأن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب. أولم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: من تفكر في الخالق ألحد. ألحد مال عن معرفة ربه. ومن تفكر في المخلوق فوحد. الذي يتفكر في الله هذا مال عن معرفة الله وسيستهويه الشيطان، والذي يتفكر في المخلوقات ليصل إلى معرفة الله هذا هو عين التوحيد الذي أمرنا الله به، وخصوصا في الجزء 30: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فلينظر الإنسان إلى طعامه.